يعني ايه؟ يعني انا بقول بس انت لشوبير مش انت متهم مهتم يا فندم، بكذا. لا انت متهم ولا مجلس ادارتك متهم، ده برضو اللي انا باكده. يا بيه لا، ما انا بقول لك انا عشان تعمل براجع، من لجنه حقي ان انا راجع، وانت مجلس يا اداره. فندم. لا لا، لا عشان تعمل اتفضل لجنه، اكمل اتفضل بس كلامي. اتفضل. عشان تعمل لجنه لازم نمره واحد اللي بتعمل لجنه يكون متهم. دي تعليمات النائب العام، الماده 258 259 من تعليمات النائب العام، اللي هي بتكمل قانون اجراءات جنائيه. يبقى لازم متهم، وان يكون المتهم موظف في الحكومه او القطاع العام. واحد، انا مش متهم، انا ومجلسي. اثنين، مش موظفين في الحكومه والقطاع العام. نمره ثلاثه، لا تدير، ولكن مكتوب بالحرف الواحد كده، ان تفحص الاوراق. ده حقها، افحصي كما تشائي. تمام. انما حضرتك تعين لجنه تدير، ده بيخالف اولا اللائحه الاسترشاديه اللي الوزاره اللي الدوله عملتها، اللجنه الاولمبيه، ولائحه النادي. لان بيدير ماليا، يعني معناه اللي بيوقع الناس لا رئيس النادي ولا امين الصندوق. خلاص. طيب نمره اربعه، اللجنه التي تشكل بقى في نص تعليمات معالي النائب العام اللي بيكمل الكره الجنائيه، يجب الا تكون الا اعطاء اللجنه يكونوا من الجهات الرقابيه لهذا النادي، يعني لا يكونوا لا من وزاره الشباب ولا من مديريه الشباب. كل ده اتعمل غلط، ومع ذلك احنا اتحملنا، اهلا بيهم في اي وقت، زي ما الناس قالت دي شهاده براء المرتضى ومجلسه. وبعدين هو الناس مش واخده بالها هي اللجنه مش ازاي. النص بتاع السيد محمد عامر بورلوسي بيقول ايه؟ تشكيل لجنه لحين انتهاء التحيات. نعم. تدير لحين انتهاء التحيات، خلاص؟ نعم. اول ما اوصل سيدي جابري بقى في اسكندريه. اول ما تقول لي اللجنه خلصت ومشيت اللي بتدير ماليا دي، يبقى انا خلصت التحيات. تمام؟ طب اذا كان، بس بفهم بعض، اذا كان قبل ما يشوفوا الورق ويبقى في ادانه لينا، شكلوا لجنه لاداره النادي ماليا، طب بعد انتهاء التحيات لو لقوا غلطه اللجنه هتمشي؟ لا، القانون بيقول ايه بقى؟ اللجنه دي تستمر تدير، واخد بالك؟ والوزير من حقه طبقا للائحه الماليه اللي عملها ان يشكل لجنه بدل المجلس الاداره، المجلس يمشي. فاحنا الحمد لله بفضل ربنا الحمد لله، بس انا ليا طلب واحد. اتفضل. دلوقتي في بلاغ اتقدم ضد السيد ممدوح عباس. تمام. البلاغ ده راح الرقابه، جاي من جهاز مركزي محاسبات اللي هو فيه اهدار 984 مليون اضرار بالمال العام للدوله وخزينه الدوله. البلاغ ده راح الرقابه الاداريه. طبعا انت عارف الرقابه الاداريه دي والجهاز المركزي دول ما بتهزرش. نعم ما بتهزرش، ارقى مكانين. نعم. الرقابه الاداريه بعتت للنيابه العامه تقرير ان كل ما ورد في تقرير جهاز مركزي محاسبات من اهدار وتسهيل استيلاء على 984 مليون جنيه حقيقي وصح. انا ليا طلب واحد بقى، زي ما اتعمل معانا ممدوح عباس ليس فوق القانون. نعم. ادي جهاز مركزي كتب مش تقريره، مش حد في مصر فوق القانون. ادي الرقابه الاداريه كتبت تقريرها ولها كل احترام والتقدير، واخد بالك؟ وانا لما طلعت يا كابتن شوبير وشكرت مؤسسات الدوله، شكرتها على ايه؟ احنا قابلنا الدكتور علي عبد العال، وقابلنا انا قابلت سيد رئيس الوزراء، وقابلت سيد وزير العدل، وكان في اتصالات على الرقابه الاداريه والامن الوطني. ما هي دي دوله، مش هي الفلوس دي فلوس دوله؟ الفلوس دي فلوسي ولا فلوس دوله؟ فلوس دوله. تمام. لما انا شكرت وزير العدل، هو شكرته على حاجه واحده، انه قال يا جماعه من فضلكم مرتضى منصور الورق بيدينه اكتبوا انه مدان. تمام. الورق بيبرعه اكتبوا انه بريء. بس مش اكثر من كده. مرتضى منصور ليس فوق القانون ولا مجلسه، ودي كل احترام وتقدير لوزير العدل المحترم. قال لهم نيابه الاموال العامه دي ورق، لو بص مرتضى جاب 100 شاهد انه اشرف الشرفاء وفي ورقه بتدينه، خلاص هايل احبسوه. تمام. لو العكس خلاص، لو العكس تمام برقوه. فانا بشكر طبعا طيب سيد وزير العدل، وبقول ما عندناش مشكله مع الخبراء، لكن انا بس ليا طلب واحد، ان الفلوس اللي اتاخدت من غير الشيكات اللي طلعت من غير توقيع الموقع في البنك، لان عندي توقيعين، توقيع المستشار احمد جلال وتوقيع الدكتور حازم ياسين. البنك اللي يصرف بدون هذه التوقيعين يبقى الفلوس اللي صرفها دي لازم يرجعها. وانا قابلت السيد وزير الماليه محترم جدا الجرحي، قلت له من فضل حضرتك